مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، حياكم الله بحلقة جديدة من حلقات برنامج الرماية في أسبوع. مثل ما شفتوا في الحلقة الأولى والجزء الأول اللي خصصناه لمنافسات بطولة كأس سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى للرماية والقوس والسهم، النتائج المتميزة والمتألقة اللي تحققت خلال إقامة مسابقات الاسكيت والدبل تراب والبندقية والمسدس. اليوم احنا معاكم جزء ثاني لما تبقى من منافسات برنامج البطولة، تابعونا بتقارير متميزة من خلال برنامجكم برنامج الرماية في أسبوع. المركز الأول الذهبية الثانية للمسدس مستر أحمد الشمري. طبعا ثالث ميدالية هذه ما جت من فراغ، طبعا كل المدربين يعني ما قصروا معي، مدرب زين وونغ أو سامي وقنادي ما قصر بعد معي في 25 خصوصا، أعطاني معلومات هامة ودربني. إن شاء الله سنتر فاير، إن شاء الله أوعدك برقم جديد إن شاء الله. الحمد لله المركز الثالث، والحمد لله يعني حققت رقم زين 560 في 10 متر، لكن قدر الله ما شاء فعل ان في الفاينل النتائج كلها تتغير تنعاد من جديد. احنا نطمح ان شاء الله نحقق ارقام جيده نتاهلنا للبطولات الخارجيه، وان شاء الله ان البطوله الاخيره نحقق رقم افضل من الرقم السابق، وبهذا الرقم نقدر نشارك في البطولات الخارجيه التاهيليه لبطولات العالم. المركز الأول هيا الهتمي، المركز الأول عائشة بخطيب، المركز الأول ثالث ميدالية ذهبية ورقم قطري جديد باسم نورة المهندي. الحمد لله كان تقريبا كل يوم أي درب 3-4 ساعات، والحمد لله تعبي ما ضاع، حققت رقمي قطري وياسين و 3 ميداليات ذهبية، وهاي أول إنجاز لي إن أحقق 3 ميداليات. المركز الأول زينب بخطيب، المركز الأول الدانة المبارك. كانت منافسة قوية بس إن شاء الحمد لله حققت، يعني جبت مركز الأول في جونيور، وإن شاء الله مع مرور الأيام بحقق أكثر. عندي مسابقة 25 متر رياضي وإن شاء الله بحقق بجيب ميدالية إن شاء الله. الحمد لله قدرت أخذ المركز الأول اليوم. المنافسة اليوم كانت شوي صعبة بحكم أن زاد عدد الطائرات على حسب القوانين الجديدة، بس الحمد لله قدرت اني اثبت في النهائي بس بقالي بطولة 25 متر مسدس الرياضي تكون ان شاء الله بسد. المركز الاول محمد المعضادي، المركز الاول فهد احمد، المركز الأول عبد العزيز الشمري. مثل ما تابعنا في تقريرنا اللي خصصناه لمنافسات بطولة كأس سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفضل للرماية والقوس والسهم، وتابعت النتائج والإنجازات اللي تحققت من أرقام ونتائج متميزة. أوعدكم إن شاء الله خلال التقرير القادم بنتائج وإنجازات متميزة. لا تنسون السبسكرايب واللايك، دائما يخلينا في مقدمة القنوات. في أمان الله.